طالب في المدرسة يقوم بتنظيف القاعة الدراسية الخاصة بي وتنظيف كافة الرحلات لعدم وجود عاملين للتنظيف. خلونا نشوف هذا الطالب شنو اللي يسوي. بالبداية أقول لك يعني بارك الله بيك يعني وشكرا، هذه تربيتك وأخلاقك ونيال أهلك عليك جد. يعني ما موجودين عاملين نظافة أو عمال نظافة بالمدرسة هذه تحديدا، فهذا الطالب أخلاقيا ومبادرة من عنده راح وتبرع لتنظيف المكان، مو بس الرحلة مالته إذا تشوفون بالفيديو فجميع الرحلات هو نظفها، ويعني والمدرسة أبداً ما قايلت له نظف أو خلي يكون شغلك مكان عاملين نظافة أو عمال اللي موجودين بالمدرسة، لا طبعاً. ومثل ما نشوف هاي كاميرات مراقبة طبعاً من الإدارة دا يصورون بي وهم هو دا ينظف من خلال الإدارة دا تشوف ايش دا يسوي. يعني أرجع وأقول بارك الله بيك وهذه أخلاقك وهذه تربيتك، وأنت مدام بالمدرسة محافظ على المدرسة ونظافة الرحلات والمكان اللي أنت قاعد به، فأنت بالبيت كذلك نفس الشيء. شكرا لك، يا ريت نتمنى الطلاب يحافظون على أماكنهم، يحافظون على رحلاتهم، يكونون وهذا الشخص يكون قدوة لكثير طلاب ويقتدون بهيك شخصية مثل هذا الطالب. شكرا لك مرة ثانية.